سند الشارع. الشارع بكام عدد؟ المهم عندنا هنا يعني افتكر سريعا كده احنا كنا واقفين عند ايه، نشوفه كده. احنا كل اللي بنعمله حتى الان ان احنا عاملين عندنا اضافه وتعديل وحذف وبحث وكل حاجه في شاشه زي ما احنا شايفين كده. بس كل لما اجي يعني احنا مظبطينها سريعا طبعا بتسيب لك. احنا المفروض ان احنا مثلا قسم 200 اسمه مثلا تيست، والمانجر بتاعه 500 مثلا 10 معرفش 510 ده موجود ولا مش موجود، واللوكيشن مثلا 600 معرفش ده برده موجود ولا مش موجود. المهم لما بضيس اد طبعا احنا شايفين الاعداد اللي من تحت ده كل الرقم ده موجود قبل كده مثلا 303 اللي ضفته لك. في هنا كل فتره بيقوم بيأوتو سيف، طبعا احنا عاملينه فتره قريبه عشان بنجرب، هو المفروض يبقى على فترات متباعده شويه، على فترات متباعده ايه شويه. كان عاملين اوتو سيف ده ان هو بياخد الكلام اللي احنا عاملين نضيف او نعدل او نحذف او نعمل مش عارف ايه او كل الكلام اللي احنا بنعمله ده كله هو عمال ايه يخزنه جوه ملفات اكس ام ال. هو حاليا دلوقتي اللي هو 203 ده اللي احنا كنا كاتبينه هو في الحقيقه ما اتضافش جوه بشكل نهائي جوه الداتا بيز. اه 203 ده ما اتضافش في الحقيقه جوه الداتا بيز، ان هو اتحفظ عندنا في ملف مين؟ في اكس ام ال لحين ان هو يسيب جوه الداتا بيز، لحين ان هو يسيب جوه الداتا بيز، لسه ما سيبناش جوه الداتا بيز، ما جاناش من جوه الداتا بيز، وقلنا سيب انتو داتا بيز، يعني سايب الكلام ده جوه الداتا بيز. احنا دلوقتي بنتكلم في مرحله اخرى الوقت قبل التسييب والكلام ده كله اللي احنا بنتكلم عليها، ان هو دلوقتي قفل البرنامج او النور قطع او حصل اللي حصل. التيست ده موجود، التيست ده ايه؟ موجود جوه ملفات الاكس ام ال بتاعتنا اللي احنا كنا انشاناها المره اللي فاتت. يعني عملنا كده كليك يمين وقلنا اوبن فولدر اند نيو ويندوز، ودخلنا على بن، كنا سايبينه جوه بن جوه ديباج جوه التيم جوه ملفات التيم، وكان عندنا ملف اسمه تيم اندر سكور ديبت. لو كنا فتحنا الملف ده كده ادي الديبت، وادي ديبت تاني وادي تالت ورابع الى اخره. لو جينا على اخر واحد عندنا هنلاقي ادي 203 اهو اللي احنا كنا بنجربه متسيب وكله تمام، متسيب وكله ايه وكله تمام. مهمتنا المره دي ان اول ما الفورمه تيجي تقوم وتقرا الكلام ده كله من هنا من ملف الاكس ام ال ده وعندها الداتابيز بتقارن، عايزينها تقارن، واول ما تقارن تشوف هل ده هو اللي هناك في الداتابيز. لو هو في الداتابيز خلاص يبقى الراجل مسيب اخر حاجه عملها، يبقى اليوزر مسيب اخر حاجه هو ايه هو عملها. اما لو في اي تعديل ما اي تعديل من اي نوع اقول لا استنى بقى كده في تعديلات تمت، في تعديلات ايه تمت وما تسيفتش جوه الداتابيز، ما تسيفتش بشكل نهائي. تحب سيادتك نعمل ايه؟ ناخد الشكل اللي هو اخر شكل ونسيبه جوه الداتابيز يبقى شكل نهائي خلاص، ولا تحب تشيل على النسخه بتاعت الداتابيز دلوقتي وسيبك بقى من اللي هو ما تسيفش خلاص؟ يعني اما ياخد ملف الاكس ام ال ده هو يعني دي النسخه النهائيه بتاعته وتحدث جوه الداتابيز، يا اما هيشيل على الداتابيز بس، يا اما الحل الثالث انه يقول لك خلاص انا هشتغل على الملفات المؤقته دي وسيبني على الملفات المؤقته دي. ينفع ينفع بس هيبقى كود طويل يعني خلاص، مش يعني هنقعد نلعب في اللوجيك فيه جامد عشان نطلع ايه الحاجات اللي اتعدلت، ايه الحاجات اللي اتحذفت. طب الحذف هتطلعها ازاي؟ هتبقى تقول اه هروح اجيبها من الداتابيز، هتلاقي يعني في شغل فيها مش هزار، يعني في شغل فيها مش هزار يعني. ممكن هنشوف خلاص، احنا دلوقتي نعمل مهمتنا الاولانيه وبعد كده نشوف هنقدر نطلع له ولا لا. احنا طبعا هنقدر وان شاء الله يعني مفيش حاجه مش هتتعمل، لكن الفكره كلها في لو عايزين احنا قاعدين لو ورانا ايه نعمل مش مشكله يعني خلاص. طيب واختار بقى حد وبعد كده تقول لي انا عايز بقى احدد ايه اللي يتعدل وايه اللي يتنفذ وايه اللي يتنفذ. انت عملت له برنامج للاسترجاع فقط لغير البرنامج اللي هو عايزه اساسا خلاص. طيب على العموم اللي انت تتوهه احنا دلوقتي اللي احنا محتاجينه هو بيقوم احنا كل اللي عملناه احنا عملنا ريد من الاكس ام ال جوه التي بي ال ادي التي بي ال بتاعنا خلاص. عايزين هنا نكمبير التي بي ال ده اللي جاي من الاكس ام ال مع الداتابيز اللي موجود عندنا ونشوف هل هما زي بعض ولا مش هما مش زي ايه مش زي بعض. ولو هما زي بعض يبقى خلاص اوكي، يبقى كده الراجل مسيب اخر حاجه. لو هما مش زي بعض هي دي بقى المشكله، هي دي بقى الايه؟ هي دي بقى المشكله. تي بي ال على فكره احنا يمكن اتكلمنا على معظم مش عارف مش فاكر اتكلمنا على معظم
على معظم الميثودز والبروبيرتيز اللي جواه ولا لا، لكن هو يعني مش هيوفر لك غير طريقه ميرج دي، اللي هي بتدمج مجموعه داتا تيبل مع بعض خلاص. وفي حاجات احنا خدناها تانية كتير، لكن مفيش ان هو يعمل كومبير، يعمل ايه يعني، اديله الداتا تيبل والداتا تيبل التاني وهو يقول لي هما زي بعض ولا مش زي بعض، او مختلفين او مش مختلفين. فانا عايز اعمل لنفسي ميثود بسيطه جدا، هديها داتا تيبل، اديها 2 داتا تيبل، اديها 2 ايه تيبل، وهي تقول لي هما متشابهين ولا مش متشابهين. بس دي مهمتها تبقى عندي مهمه جدا، ودي تبقى مهمه فظيعه جدا بالنسبه لي، مهمه جدا يعني. طيب احنا بالنسبه لنا الداتا سيت التيبل جواها اسمه ديبت، ده اللي جاي من الداتابيس، ده اللي جاي من مين، وعندي التي بي ال ده جاي من مين، الاكس ام ال. كل اللي انا اعمله ان انا عايز اعمل كومبير تيبل، دي ميثود كومبير تيبل، دي هتاخد مني التي بي ال الاولاني اللي هو جاي من الاكس ام ال، وهتاخد مني من الداتا سيت اللي عندي دوت تيبلز، التيبل اللي اسمه ايه ديبت، وهي مهمتها ترجع لي يا ترو يا فولس، يا اما عمل يا اما هو يعني زي بعض يا اما مش زي بعض. فاقول له بكل بساطه اف، ده كل كلام بتخيله انا، كل الكلام ده مش موجود اصلا خالص، ملوش وجود. انا بتخيل في حاجه اسمها كومبير تيبل، تاخد جدول وجدول تاني وترجع لي يا ترو يا فولس، يا شبه بعض يا مش شبه بعض، تاخد تقارنهم وترجع لي تقول لي لو كانوا زي بعض، لو كانوا زي بعض تقول لي ترو، لو كانوا مش زي بعض تقول لي فولس. وانا بناء على كده ابدا اشتغل، مش اكتر من كده خلاص. فقلت له كومبير الاثنين دول، طبعا لو جاب الترو ان هما ايه، ان هما ماتشنج، هما زي بعض، ان هما زي ايه، زي بعض. فممكن اطلع له رساله واقول له مثلا ايه، او من غير رساله، هو خلاص كده ده الوضع الطبيعي، من غير ايه رساله، ده الوضع الطبيعي خلاص، هو الوضع الطبيعي هما الاثنين زي بعض، فمش هقول له حاجه خلاص، فتح هو اخر ملف وما فيش مشكله خالص. إلس بقى لو هو فولس بقى، يعني مش يعني جاب كومبير جابت فولس، لو كومبير جابت فولس بقى هبدا اشتغل بقى شغل مختلف، ان انا ازاي اتعامل مع ملف اكس ام ال في بيانات مش موجوده او متعدله او متغيره عن اللي موجود عندي في الداتابيز، نعملها ازاي دي، هسيبها دلوقتي. لكن انا عايز اظبط كومبير الاول قبل ما اسرح واشوف الثاني هعملها ازاي. كومبير ادوس كير اهوت هنا واقول له الجنريت الميثود دي، يعني طلع اعمل لي انت ميثود اسمها كومبير تيبل موجوده جوه نفس الاف ار ام ديبت، دوس عليها كده عملها لي. لو نزلت عليها تحت كده الاقيها موجوده تحت خالص اخر سطر، ولا عبرني انت رميتها فين يا بني ادم، اهي رماها تحتيها على طول، رماها هنا على طول. قال لي في برايفت بوليان كومبير تيبل اسمها داتا تيبل تي بي ال، وداتا تيبل ثانيه اسمها ايه داتا تيبل. قلت له ماشي. قال لي مش كاتب فيها اي اكواد. قلت له واحده واحده احنا عايزين نمشي عليها. هل احنا عايزين نمشي عليها مثلا لو كان عدد السجلات هنا مختلف عن عدد السجلات هنا، اقول له مختلفين وخلاص؟ لا ده انا عايز اقول له مختلفين ويعدل. ايوه ماشي، ما انا هقول له مختلفين، عايز النسخه الاخيره ولا مش عايز النسخه الاخيره؟ خلاص كده؟ ولا اقول لا انا عايز اعدل زي ما قال مايكل المره اللي فاتت، قال لا انا عايز اشوف كمان لو في تعديل في حقل او في قيمه، بقول له برضه لا في تعديل. يعني على كذا مستوى. اولا انا اشوف المستوى اللي هو الهاي ليفل. يعني ايه الهاي ليفل؟ اللي هو الاولاني خالص. لو عدد السجلات مختلفه يبقى ما اتعبش قلبي وامشي في قيمه خلاص، من اول القصيده كفر خلاص، مختلفين من الاول، عدد السجلات هنا غير عدد السجلات هنا، اقول له بس مختلفين صح ولا لا؟ والله لو دي فشلت اخش اشوف، اخش ايه؟ لو طلعوا الاثنين قد بعض اضطر ان انا ايه؟ اشوف القيم زي بعضيها ولا لا؟ القيم زي بعضيها ولا لا؟ احنا الاول نوصل لمختلفين ولا مش مختلفين؟ دلوقتي دي الداله دي اساسها هم مختلفين ولا لا؟ نحل دي الاول خلاص؟ لما نحل دايما انا لما احب افكر ما اشغلش بالي. يعني ما اشغلش بالي؟ اي فكره تجيلي زياده اقوم جايب ورقه وقلم كده وجنبه وكده خلاص؟ واكتبه. لكن انا مشغول في دي دلوقتي ما شتتش نفسي، لان مش هقدر اعمل زي ما بيقولوا ايه، لما تيجي بتعمل تيجي تعمل تعمل كيبورد ما تشغلش بالك هتعمل لها كمبيوتر يليق عليها ولا لا، انت ركز في الكيبورد دلوقتي
وبعدين لما تخلصها وتظبطها بقى افكر في الكمبيوتر هيمشي ازاي. انت ازاي انا وقتي الكومبير تيبل دي مالهاش اصلا بالبرنامج كله اساسا، دي هي بتاخد داتا تيبل هنا وداتا تيبل هنا بتقول لي زي بعض ولا مش زي بعض، وخد يا الامر على كده خلاص. هقول له اف هنا ولا تحت هنا؟ طب ماشي ما انا عايز اقول هقول والله ها 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 اقول هقول هقول له اف ان التي بي ال الاولاني ده دوت خلاص، او بلاش ما نلخبطش نفسينا خالص نسميهم اسماء اكثر وضوحا. تيبل الاكس ام ال ولا تيبل ايه ده ماشي ولا ايه؟ ها ايه رايح الخدمه ولا ايه؟ لا خدمه ايه بقى؟ مروح بيتي. روح روح بيتي. مروح روح بيتي. هو باي حاجه ربنا يخليك ماشي ساعه دور كده. قلت له لو التيبل بتاع الدي بي دوت روز دوت كاونت، يعني لو عدد السجلات اللي في الجدول خلاص، لو كانت لا تساوي خلاص، لو كانت لا تساوي التيبل التيبل بس مش الاكس ام ال بقى خلاص، قلنا الدي بي نقارنه بقى بالاكس ام ال دوت روز دوت كاونت، يعني عدد السجلات بتاعه الاكس ام ال، لو كان ده لا يساوي ده يبقى فشلنا من اول القصيده كده خلاص. اقول له على طول ريتيرن لي فولس مباشره، ريتيرن لي مين فولس وما تكملش، يعني مش هخش بقى اقارن بقى قيمه 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 بقى حته حته شوف زي بعض ولا مش زي بعض، لا مش هعمل كده خالص. طيب طب خلاص لو كان ريتيرن فولس احنا عارفين طبعا مش هيقرا الكود اللي بعد كده، مش هيقرا الكود اللي بعد ايه خلاص. طب لو كان هرب من دي، هرب من دي يعني عدد السجلات متساوي، عدد السجلات ايه متساوي، عايزين نشوف هل القيم اللي جوه زي بعضيها ولا مش زي بعضيها. قلت له ماشي احنا دلوقتي هنمشي على صف وعمود، صف وايه يعني كل امسك الصف وامسك خليه 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 خليه، الصف اللي بعديه خليه 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 خليه، الصف اللي بعديه خليه 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 خليه، خلاص. اسمع بقى انا عايز ايه، عايز لوب يخش على السجل الاول، لوب تاني جواه يمشي خليه 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 خليه، خلص الصف اللوب اللي بره بتاع الصف بنزع السجل اللي بعديه، واللوب اللي جوه يبدا من اول جديد يمشي خليه 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 خليه. انا عايز اتنين لوب بس، اتنين لوب، واحد يمر على الرو واحد يمر على السل، واحد يمر على الرو واحد يمر على مين على السل خلاص. دايما لما يكون عندك مصفوفه من خانه واحده كده عمود يبقى انت محتاج لوب واحد، عندك تو دايمنشنال عندك بعدين يعني زي جدول كده بعد كده وبعد كده، يبقى انا كده ايه محتاج اتنين لوب، محتاج اتنين ايه اتنين لوب، محتاج عندك ثلاثه دايمنشنال انت بتشوف الحاجه من هنا يعني ايه مثلا شايفين من هنا ومن هنا ومن هنا شايفين كده مثلا الزاويه دي 1 2 3 ادي اهي زاويه وادي الحيطه دي زاويه وادي العمود ده زاويه. بص هيقعد يبص في السقف بلاش سقف عشان مش عايزين سرحان. اقول حاجه ثانيه ليه ثلاث اقول حاجه ثانيه، احنا تخيلنا الوان دايمنشنال مصفوفه كده صح، تخيلنا 2 دايمنشنال جدول صح كده، اتخيل يا اخي 3 دايمنشنال داتابيز. يعني ايه؟ يعني لازم تقول اسم الجدول وبعد كده الصف الكام العمود الكام توصل لقيمه، عشان اوصل لقيمه بالظبط بالظبط يبقى انا كده 3 دايمنشنال، يبقى انا مضطر ان انا عندي لوب يعدي على الجداول، لوب يعدي على السجلات، لوب يعدي على الخلايا، وهكذا 4 دايمنشنال 5 دايمنشنال الى اخره خلاص. فانا دلوقتي عندي ايه 2 دايمنشنال بس، يبقى عندي 2 لوبس، فاقول له 4 عرف متغير انت، متغير ده هسميه رو لان ده اللي بيعدي على الرو، ده اللي بيعدي على مين على الرو، ده يبدا من الصفر، والرو ده لازم يكون اقل من يا ترى تيبل دي بي دوت روز دوت كاونت ولا تيبل اكس ام ال دوت روز دوت كاونت؟ هي بقى ليه هي ما هو يا ابني لو ما كانش زي بعض ما كانش عدى الحته دي اصلا، فانا مطمن والله قلت التيبل اكس ام ال ده قلت تيبل دي بي مش فارقه، لان انا كده متاكد طالما ينزل هنا يبقى اكيد الاثنين بيساوي بعض، يبقى دي او دي ما فيش ايه
اي مشكلة. وهقول له هنا رو بلس بلس، كل مرة همشي رو رو ازود رو. وجوه الفور دي همشي بفور مين؟ وفور تانية تعدى على الكولومز، تعدى على مين؟ على الكولومز. فهقول له في فور تانية اي ان تي او على الخلايا على السيل، ودي بتساوي تبدأ من الصفر، والسيل دي هتبقى اقل من تيبل اكس ام ال دوت كولومز دوت كاونت، يعني يكون اقل من عدد الايه، عدد الاعمده اللي موجوده في جدول اكس ام ال او في جدول الدي بي. خلاص. وكل مره هقول له ايه، هقول له السيل بلس بلس، السيل ايه كل مره تزيد بايه، بواحد. واجي هنا بقى في الكومبير، واجي هنا بقى في الايه، في الكومبير لما اقارن مع بعض هعمل ايه، هعمل هنا ايه، عايز اقارن قيمه خليه بقيمه خليه. خلاص. اعمل ايه، قلت له بص اف ان التيبل بتاع الاكس ام ال دوت الروز الصف، قال الصف رقم كام، قلت له رقم رو، مش احنا مظبطين الرو ده يمشي اول مره الصف صفر، وبعد كده الصف واحد، الصف اثنين، الصف ثلاثه، يبقى الروز ده رقم كام، رقم رو دوت السيل، يبقى على طول نكتب كده ماشي. يبقى اقول له الخليه رقم كام، رقم سيل، الخليه رقم سيل، يبقى الرو رقم زيرو، الخليه مين زيرو، او الخليه وبعد كده واحد، الخليه بعد كده اثنين، بعد كده الخليه ثلاثه، بعد كده لان اللوب هيشتغل على تحت على تحت لغايه ما يخلص اللوب اللي جوه، ما يخلص اللوب اللي جوه يطلع اللوب اللي بره ياخد الرول اللي بعديه، او ياخد الرول اللي بعديه يخش بقى يشوف خليه 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 خليه. فانا بقول له لو التيبل اكس من دوت روز دوت الروز رقم الرول اللي فوق، والسيل رقم السيل اللي فوق دوت، ممكن اقول له دوت تو سترينج، دوت تو سترينج لو كانت لا تساوي، لو كانت لا تساوي نفس الكلام بس مش التبل بتاع الاكس ام ال، التبل بتاع مين؟ تبع بتاع الدي بي. لو كانوا لو يساووا بعض يبقى على طول ريتيرن مين؟ ريتيرن فورس. احنا عارفين لما بيرتيرن فورس معناه انه مش هيكمل لوب ولا هيعمل اي حاجه، خلاص يوقف ويرتيرن الفورس وانتهت القضيه على كده. اخر حاجه خالص هقول له ريتيرن مين؟ ثرو. يعني لو هرب من هنا وهرب من هنا يبقى زي بعض بقى خلاص. عيد السيناريو تاني سريعا، عيد السيناريو تاني سريعا، كود صغير جدا بس بيعمل حاجات كبيره جدا. خلاص. ايه هو الاول؟ هيقارن عدد الصفوف المتخزنه في الجدول الجامد داتابيز بعدد الصفوف المتخزنه في الجدول الجامد الاكس ام ال. لو كانوا لا يساووا بعض معنى ان هم ما بيساووش بعض، معناها ان خلاص كده ان في اختلاف ما بين اللي موجود في الداتابيز وما بين مين، وما بين اللي متخزن في الداتابيز، موجود موجود في الاكس ام ال وموجود موجود في الداتابيز. خلاص كده. في الحاله دي اقول له فولس، ارجع له فولس وهو بقى يتعامل بقى، انا قلت له كده فولس، هما مش زي بعض، هما مش زي ايه، مش زي بعض. طيب انا عايز اخش بقى اشوف، طيب افترضنا عدد السجلات متساوي، افترضنا عدد السجلات ايه متساوي، هيخش نعمل فور اي ان تي رو، اول مره الرو بكام، صح معايا، اول مره الرو بزيرو، الرو ده لازم يكون اقل من عدد عدد السجلات اللي في جدول اللي جاي من الاكس ام ال او اللي جدول اللي جاي من الداتابيس، هما الاثنين واحد، هما الاثنين ايه بيساوي بعض، لازم يكون اقل من عددهم. يعني لو هم خمس سجلات يبقى يمشي 0 1 2 3 4 اللي هم خمسه اصلا، اللي هم ايه، اللي هم خمسه، وكل مره الرو هيزيد بايه، هيزيد بواحد. خلاص كده. حلو. يبقى اول مره الرو بزيرو، دخل هنا ادي انت السيل، والسيل دي بكام، سيل نوت اصغر من مين، بتقول اكس مد والكولومز دوت كاونت، يعني عدد الايه، عدد الكولومز، يعني لو في ثلاث كولومز، ثلاثة كولومز يبقى ايه 0 1 2، يبقى 0 1 2، وكل مره خليها تزيد بواحد، يبقى اول مره السلم بكام، زيرو، يبقى عند الرو بزيرو والسلم بكام، بزيرو. هروح على التبل بتاع الاكس ام ال، هيروح على الرو رقم زيرو، الخليه رقم زيرو، يعني الصف الاولاني اللي على العمود الاولاني، يقارنوا باللي في الداتابيز بالصف الاولاني العمود الايه الاولاني بالظبط. لو طلعوا لا يساووا بعض خلاص قضي الامر، ما تكملش ريتيرن فولس، العمليه انتهت. ليه؟ طبعا طول مش بيساووا بعض، يبقى خلاص في اختلاف ما بين الداتابيز وما بين ملف الاكس ام ال، انتهى. طب لو ما طلعوش يبقى الاف مش هتتنفذ، يبقى يرجع لمين؟ للفور دي. لما يرجع للفور دي يزود السل بكام؟ بواحد، يزود السل بكام؟ بواحد. ويجي هنا هل السل رقم واحد اقل من عدد عدد الاعمده الموجوده في جدول الاكس ام ال؟ اه اقل. لو احنا ثلاثه يبقى لسه اقل، ده بواحد، واحد اقل من الثلاثه. يجي هنا تيبل اكس ام ال دوت روز
الصف رقم لسه الروب زيرو. الكولوم رقم كام؟ السلة رقم كام؟ رقم واحد. الخلية اللي بعديها هيكررنا مع نفس القصة مع الخلية اللي بعديها هناك ويكررنا مع بعض. لو كانوا لا يساووا بعض يبقى انتهت. لا بيساووا بعض يبقى مفيش تعديل لسه. يوم لا اكمل ولا ايه؟ طيب لو عدى من الفرصة دي وعدى من الفرصة دي يبقى كررنا خلية خلية. لا لسه اللي ده دكتور اللي هو بياخد رقم واحد اللي هو السلة بياخد واحد بعد كده لو نزل على الثاني بياخد واحد بياخد اثنين بياخد الخان اللي بعدها الخان اللي بعدها الخان اللي بعدها خلاص. لو عدى الفرصه دي وعدى الفرصه دي ايه اللي هيحصل؟ خلاص بقى يبقى قرنهم كلهم طلعوا زي بعض وزي الفل زي بعض. يبقى في الاخر خلاص يريترن لي مين؟ ترو بقى خلاص دول زي بعض. دول ايه؟ دول زي بعض. فيها كده مشكله؟ طب حلو قوي بس خلاص ما نشغلش بالنا دلوقتي اتعملت ازاي انساها بقى عشان فهمناها كده على جنب. المهم ان كومبير تيبل انا هقارن ده بده. لو كان مش كومبيرتبل يعني ما كانوش زي بعض ما كانوش زي بعض هي دي بقى اللقطه اللي عايزين نتكلم فيها. لو كانوا زي بعض خلاص خد الامر وانت هتطلع ده على كده. مش زي بعض بقى هي دي النقطه اللي بنتكلم عليها. مش زي بعض دي مشكله. هطلعه رساله ياخد فيها قرار يا اما انقل لك اللي موجود في اللي موجود في الاكس ام ال على الداتابيز يا اما يسيبك خالص من ملف الاكس ام ال. يبقى كده عادي يبقى ده مش هيعمل حاجه برده لان ده هيبقى الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي ان هو اصلا طبيعي خلاص بينسى ملف الاكس ام ال كل شويه هيقوم جايب من الداتابيز وكل شويه يقوم ايه عامل لودنج ويسيب بقى الجديد. فهيكون نسى اللي موجود فين؟ نسى اللي موجود جوه يعني نسى اللي موجود جوه الاكس ام ال خالص. نسى اللي موجود جوه الاكس ام ال ايه؟ خالص. الحل التالت ان هو يقول لك خلاص انا هشتغل على الاكس ام ال. انا هشتغل على مين؟ على اكس ام ال برضه زي ما انا هقعد زي ما انا كده على اكس ام ال بس وسيبك من الداتابيز دلوقتي ابقى سايب برضه في الاخر. انا سايب برضه في الايه؟ في الاخر. فانا همسكها واحده واحده عشان الدنيا ما ايه؟ ما تلخبطش معايا. الدنيا ما تلخبطش معايا خلاص كده؟ هو جاي قايل له ايه؟ اف عايز اطلع مسج بوكس اقول له مسج بوكس دوت شو نعم هقول له فيها مثلا يو هاف تيم داتا خلاص different او نقولي you have difference data between the DB and the mean and the XML خلاص you want retrieve انت عايز تسترجع ال XML data into DB انت عايز يعني ترجع ال XML وتحطه جوه الداتابيز. ده سؤال المفروض يرد عليه بيس يا نو يرد عليه ايه؟ بيس يا نو عشان نقدر ناخد على اساسه قرار. تاخد كوما بعد كده بحدد التايتل بتاع المسج. التايتل بتاع المسج لما تطلع بتلاقيها تايتل كده في اللي هو زي ده اللي هو زي ده صح؟ بقول له مثلا ايه؟ كويتشن مثلا كوما قال لي مسج بوكس باتنز حدد الزرار اللي انت عايز تطلعها. قال لي في عندي مجموعه من الزرارات تطلع مع بعض. انت عايز تسيف الاكس ام ال يس او نو او كنسل. كنسل اشتغل زي ما انا اشتغل على الداتابيز زي ما انا كده هكمل على شغل اللي هو الحل الثالث صح ولا ايه؟ نعم لا نو خلاص انا عايز الغي ملف الاكس ام ال ده. مش اشتغل يعني اذا كده احنا عندنا ايه؟ يس يبقى ناخد ملف الاكس ام ال وسيفه جوه الداتابيز خلاص. عايزين نخلي نو لا
عايزين كده، احنا كده هنضطر نعملها كذا سؤال عشان يبقى مفهوم. ممكن اخليها نفس، هنضطر نعملها كذا سؤال جدا الناس الان. او قول قول خليها مسج واحده، اقول مثلا لو انت عايز كذا كليك هير جو، بس هتبقى رساله طويله بقى. خلاص ماشي، مش مشكله ماشي. بقى نعمل واحده كمان، ممكن نقول له مثلا ايه مثلا if you want to retrieve XML into database click yes. To work with XML without saving. له دي رسالة رزيلة. Click no. اجنور مثلا ال XML كليك كانسل. انا اصلا لو ما عرفتش بقى اندهلين انا اشوفك انا هحل لك المشكله ازاي. خلاص هو ما له نوت ده ايه زرار ايه يس ونو وكانسل. المسج بوكس عجيبه. خلاص بدل ما اقعد من لا اف وكلام من ده. طبعا المسج بوكس دي لو انت جيت بصيت عليها دوت شو بتريتريف او بترجع دايلوج ريزلت، بترجع دايلوج ايه الدايلوج ريزلت ده اللي بيترجعه هي. ممكن اعرف متغير نوع دايلوج ريزلت يشيل النتيجه دي، يشيل النتيجه ايه دي، اقول له دايلوج ريزلت واسميه ار اس مثلا بيساوي الكلام اللذيذ ده كله. خلاص كده الرساله دي ادي سيمي كولون واختبر بقى ار اس ده وشوف بقى لو كان يس اعمل كذا، لو كان نو اعمل كذا، لو كان كذا اعمل كذا. ناخد قرارات على حسب الزرار اللي الراجل داس ايه داس عليه. خلاص فاقول له مثلا على سبيل المثال هو لو كان احنا مش فاكر يس دي حددنا لها ايه، يس دي امتى لو انا عايز اسيب ريتريف او سيف. خليها اوضح سيف. لو قال لي بقى يس مشكله، لو ايه اف ان ار اس بتساوي دايلوج ريزلت دوت زرار يس. طبعا خنيقه قوي النيم سبيس ده كله، النيم سبيس بتاع دايلوج ريزلت مش سيبك منه. خلاص لو كان ار اس بيساوي يس معنى الراجل قال اوكي انا عايز بقى في الاكس ميل ده يروح للداتابيز، بقول له صبرا بقى، يبقى انا عايز اعمل تعديلات الله اعلم بيها. خلاص هل هو عدل، هل هو حذف، هل هو عمل ايه، ما اعرفش هو عمل ايه. ايه ما احنا بنعمل دلوقتي مش فورم لود، احنا دلوقتي بنعمل اوتو ريكفر بقى، بنعمل ازاي اوتوماتيك ريكفر الداتا اللي ضايعه. مش بيعمل الفورم لود بقى ولا الكلام الفاضي ده كله، ما تقعدش تحنسني تقول لي ده كله ده بالفورم لود. البرنامج مش بحجمه الشاشات وحجم الهمبكه اللي فيه. برنامج يكون برنامج صغير جدا بس حجم الفكره اللي فيه كبيره جدا جدا جدا. خلاص؟ وده حقيقه يعني. هشوف لو كان يس اقول له يعني الراجل عايز دلوقتي يجيب الاكس ام ال ده يحطه في الداتابيس صح؟ قال له قلت له انا دلوقتي عندي الداتا سيت بتاعتي او الادابتر بتاعتي، لو قلت لها ابديت، لو قلت لها ابديت اديها داتا تيبل وهي تعدل عليه، اديها داتا تيبل وهي تعدل ايه تعدل عليه. بس بسيطه جدا، هي مهمتها بقى ان هي تشوف الانسيرت، لو في اضافه تنادي على الانسيرت، لو في تعديل تنادي على مين؟ على الابديت. في حاسبة تنادي على الديليت وتظبط احوالها. خلاص؟ وتخلي الداتابيز زي اللي موجود في الجدول ده. هتقول لي طب وايش عرفها هي الداتابيز؟ اقول لك انت فاكر اول مره قلنا يا جدعان الادابتر ده بيبقى مرتبط بكام؟ جدول واحد جوه الداتابيز. واحنا حددنا له الجدول ده فوق، انا بس ازود الحته دي اقول له خد التي بي ال. طب التي بي ال ده اللي جاي من مين؟ الاكس ام ال. بس خد بالك بحاجه، احنا قلنا ارجع بس كده حته فوق، حته فوق 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 كده تحت فين اهي،
قلنا الادابتر دي في المره الواحد تعمل مع كام جدول؟ جدول واحد. الادابتر دي فعليا دلوقتي الاول دي بي ادابتر دي شايله سيلكت استرسك فروم ديبارتمنتس، فهي بتتعامل مع جدول الديبارتمنتس فقط لا غير، وعارفه طريق الداتابيز بالشكل دوت خلاص، وما تقدرش تعمل معاه غيره. فهي دلوقتي ماسكه الداتابيز وماسكه الجدول اللي جوه الداتابيز، لكن مش ماسكه الملف بتاع الداتا تيبل، مش ماسكه الملف بتاع مين. احنا استغلناها في ايه؟ قلنا لها ادابتر دوت ابديت وادي الجدول احنا عايزين نحدد زيها، فالمفروض هي تشوف الجدول بتاعها اللي هي متمسكه بيه وتشوف الجدول اللي انت ايه بعته لها وتحاول تجوز الاثنين لبعض بحيث ان يكون ده ايكوال ده، يكون ده ايه؟ يكون ده ايكوال ده، يلاقي في الاخر الداتابيز يساوي في الملف الاكس ام ال. دي حاجه، دي حاجه خلاص. الحاجه الثانيه طبعا هو الحاجه الثانيه عايز اكد عليها ان الادابتر زي ما قلنا المره فاتت واكدنا ما هواش اللي بيجنريت الانسيرت والابديت والديليت، لا اللي بيجنريت اللي بيطلع الانسيرت والابديت والديليت مش هو الكوماند. ايه الكوماند؟ بيلدر هو اللي بيطلع اوتوماتيك الانسيرت والابديت والديليت بناء على جمله سيلكت ويسلمها للادابتر، فتبقى الادابتر جاهزه. فتبقى الادابتر ايه؟ الادابتر جاهزه. فكده الادابتر جاهزه. هل احنا عملنا البيلدر؟ انا مش فاكر عملنا ايه، ولا عملنا بيلدر ولا عملنا. لا كنا بنشرحه بس ما جربناش في المثال ده على ما اعتقد. ادي الادابتر اهي عملناه، سيرش عليه خلاص. يبقى احنا ما عملناش البيلدر، هو الوقت كده مش جاهز، هو الوقت كده مش ايه مش جاهز. لازم اجهزه ازاي؟ اجهزه بعد الفيل كله اقوله له. حتى ساعتها كان في حاجه كده ما كانش بيبين في الذاكره على طول مباشره، هو عمل تعديل ولا ما عملش تعديل. فاقول له احنا شغالين على اولي دي بي كوماند بيلدر، واسميه بيلدر بيساوي نيو اولي دي بي كوماند بيلدر. قال لي اديني الادابتر بس، اديني مين؟ قلت له ادي الادابتر اهي بس كده. هو كده اوتوماتيك الحته السطر اللي احنا قلنا لها هنخلق البيلدر هيبقى جاهز للادابتر ان يسلموا الانسرتات والاضطات والديليتات وكل حاجه وتمام بناء على جمله سيلكت اللي هو كان عاملها. فخد بالك لو جمله سيلكت معقده، لو جمله سيلكت ايه؟ معقده، بمعنى جايبه من جدولين ولا من ثلاثه اللي هي الادابتر بيجيبها، او جايبه ان شاء الله تكون جايبه من 20 جدول هتشتغل عادي، بس بشرط ما يكونش في حقول نوت نل مش موجوده، يبقى الاضافه مش هتنفع. هيجي يضيف لان في حقول نوت نل هترفض، فالاضافه على طول عمرها هتفشل خلاص. ما يكونش في حقول مثلا برايمري كي مش موجوده، ما ينفعش يكون في حقول برايمري كي ما ايه ما هياش موجوده. في برايمري كي مش موجوده هيجي يضيف طبعا برضه هيرفض طبعا برضه. ايه ممكن نعمل عليها شرط او ممكن نستخدمها بقى في الحته دي ان هو كده مش شايف الحقيقه دي ذات نفسه، اقول له انا في الوقت ده ان ده نوت نل ولازم اطلع له رساله اقول له ان ده نوت نل ولازم تتخلف. لا هو البيلدر هيعمل الجمله وهيكون الانسيرت وهيكون الابديت وهيكون الديليت، والداتابيز هي اللي هترفض، لان هو ما يبعت الداتابيز هيبعت الامر، الداتابيز تاخد الامر تنفذه يقول لك يرفض، يقول لك ايه نوت نال، ايه نوت نال يا عم، يقول لك الحقل الفلاني، يعني الحقل الفلاني ده مش شغال عليه، يقول لك ما مشكلتك انت مش شغال عليه. فعايز تضيف جنبيه وهو هيتضاف ايه؟ هيتضاف نال، ما ينفعش. فهمنا؟ فناخد بالنا لما يكون الجمله معقده. هيعتبر الجدول بالنسبه لك في المره دي فيو، هيعتبر فيو. احنا لو قلت مثلا سيلكت مثلا الكات نوم من جدول الكاتيجوري، والكات نيم من جدول الكاتيجوري، والديسكريبشن من جدول الكاتيجوري، والبرودكت اي دي من جدول البرودكت، والبرودكت نيم من جدول البرودكت، والديسكريبشن من جدول البرودكت. بالنسبه للادابتر كده شايفاهم ايه؟ جدول واحد. الادابتر كده شايفاهم جدول ايه؟ انت بقى تقول بقى تقوم قايله بقى جوين وتربطي وتربطي الجداول ما بينهم وبعض، الكلام ده كلام لذيذ جدا، بس هنا الادابتر شايفاه هو جدول ايه؟ فيعمل انسيرت الجدول
ويعمل ابديت لمين لجدول يعمل ديليت برضه الجدول. فبالنسبه له عمليه تبقى ايه تبقى عاميه يجي يحذف جوه الداتا بيس تضرب بقى ده لك ما عنديش حاجه فين الفكره يبقى ممكن نعمله مثلا فيو جوه الداتا بيس ونسيب الفيو دوت يكون جايب من اكتر من جدول ولا حاجه ويبقى ليه اسم بس بشرط برضه نفس الشروط اللي قلتها ليه هي ما ينفعش برضه يضيف جوه الفيو الا لما يكون كل النطنل موجود الا يكون كل البرايمري كي موجود تمام كده دول اقل شروط كده خلاص عمل ابديت ده الاول لو داس على ايس إلس ما داسش على ايس الراجل اف تقول له الار اس تساوي الدايلوج ريزلت دوت نو قال لي ايوه هتعمل ايه قلت له والله ما انا فاكر اصلا النو دي كان المفروض تعمل فيها ايه راح اشوف لان النو تعمل ايه ايوه تو ورك وذ اكس ام ال وذاوت سيفنج كليك نو يعني عايز اشتغل اكس ام ال مش عايز اشتغل مين اريد اعلم اكس ام ال عايز اشتغل اكس ام ال مش عايز اشتغل على الداتابيز يعني البيانات اللي احنا جبناها سيلكت دي اللي جبناها دلوقتي وجبناها من الداتابيز مش عايزين اشتغل ما يعرضش جوه جريد اللي يعرض جوه الجريد ده اللي جاي من مين اكس ام ال لو عرضنا اللي جوه الجريد ده من الداتابيز راحت اللي في الاكس ام ال ليه لانه هيسيب اول ما يسيب خلاص راحت العمليه باظت خالص هما سايب خلاص كل في ده كل اللي في الملف راح في الاكس ام ال طبعا انا عايز اعرض المرض اللي في الاكس ام ال عايز اعرض المرض اللي في الايه الاكس ام ال لما عرضت له في الاكس ام ال خلاص بقى يضيف عليه ويعدل عليه ويحذف عليه وعادي جدا ما فيش اي مشكله فاهمين ولا لا ايوه قلت طب هو فين اصلا الكود اللي كان بيعرض جوه الاكس ام ال جوه اهي الجريد ده هو مش مشكله الجريد ده بس يعني مش مشكله الجريد ده وبس كمان احنا ما بنشتغلش على الجريد الجريد دي عرض خلاص انا كده هخلي الكود ده في الاخر خلي الكود ده في الايه في الاخر يعني يعرض في الاخر خالص بس قبل العرض ده كله والكلام اللذيذ ده كله اللي هو بيعرض في الاخر ده انا لازم اخلي التيبل ده بيساوي نفس التيبل في الاكس ام ال يعني اجي اقول له ايه ذا سيت وفي التيبلز اللي عندك اللي اسمه ديبت اللي ايوه ماله اللي بيساوي اللي بيساوي ايه اللي بيساوي التي بي ال فخدت التي بي ال اللي هو جاي من مين؟ من انا دريد اونلي مش هقدر مش هقدر اتعامل يعني مش هقدر اخد الداتا تيبل دي احطها جوه الداتا تيبل ده قال لي تقول لي ايه؟ قال لي ده ريد اونلي داتا يعني خلاص؟ قلت له المشكله كلها ان هي ان في الاد كنا شغالين على مين في الاد عددها 6 مباشره من الجدول كل حاجه فلازم نغير في الجدول ما اقدرش لازم اغير في ايه في الجدول ده اختيار صعب جدا اختيار صعب جدا 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 بس لذيذ يعني خلاص ان هو دلوقتي الاضافه بتتم على التيبل اللي جوه الداتا سيت والتعديل بيتم على التيبل اللي جوه الداتا سيت والحاسب بيتم على التيبل اللي جوه الداتا سيت كله بيتم على التيبل اللي جوه الداتا سيت فهو اختار وقال لي خلاص انا هشتغل اكس ام ال مباشره خربت معايا ليه لان انا برمي جوه التيبل جوه الداتا سيت وبضيف جوه التيبل جوه الداتا سيت وبعدي جوه التيبل جوه الداتا سيت فمشكله عندي حل اخر حل سهل وحل طويل وانتوا اختاروا الحل البسيط خالص ان بدل ما اضيف جوه التيبل جوه الداتا سيت لا انا هعرف متغير جديد اسمه تيبل بقى اللي هو ابديت تيبل تيبل اللي هو التيبل اللي بيتم عليه التحديثات واشوف الراجل قال ايه قال داتابيز اجيب من داتابيز واحطه جوه الابديت تيبل تيبل الراجل قال لك اكس ام ال باخد ايه احطه جوه الابديت تيبل تيبل من الاكس ام ال مثلا بالتابل ده بقى واضيف جواه وعدي جواه واحذف جواه سواء كان جاي من هنا او جاي من هنا بس المشكله مش في كده المشكله دلوقتي ان هو مش قابل اصلا ان انا احط قيمه جوه مين هل يا ترى هو رافع عشان دي جوه داتا ست يعني لو انا جيت مثلا قلت تي بي ال يساوي اللي جاي من داتا ست والتيبلز ديبت قبلها لكن مش قادر يقبلها جوه الداتا ست مباشره مش قادر يقبلها جوه الداتا ست ايه مباشره مش قادر يقبلها كده قلت له خلاص يبقى لو عملنا متغير عندنا دلوقتي التي بي ال ده اللي جاي من الاكس ام ال التي بي ال ده اللي جاي من مين اما التيبل اما التيبل اللي هو
التيبل اللي هو جوه الداتا سيت ده اللي جاي من الداتا بيز، ده اللي جاي من مين؟ من عندي واحد جاي من الداتا بيز وعندي واحد جاي من الاكس ام ال، واجيب واحد بقى يشيل واتعامل فيه بالاضافه وبالتعديل وبالحذف. اجيب واحد اتعامل بيه بالاضافه وبالتعديل وبالايه؟ والله شوف لو هو عايز الاكس ام ال بحط الاكس ام ال جوه، طب هو عايز الداتا بيز بحطه بتاع الداتا بيز جوه. ان العكس ده مرفوض دلوقتي، العكس ده عندنا دلوقتي هو مرفوض. لما حاولنا نعمل نقول له داتا سيت التيبل اللي اسمه ديبت حط لي ده جواه، لا قبلش. ما ايه ما قبلش، قال لي ايه وقفت عليه كده، قال لي دي كان نوت اساين تو ات از ايه ريد اون، دي عباره عن ايه خاصيه للقراءه فقط، ما اقدرش ان انا احط جواها ايه، مش هحط جواها قيمه للقراءه فقط. طبعا لود ما بتنفعش، ان لود دي بتلود داتا ريدر، هل ليها اوفر لودنج الداتا تيبل؟ ملهاش ايه، ملهاش. فايه رايكم بقى؟ انا بستشيركم، يا اما ان احنا نبقى نتجنن بقى ونمشيها حته حته وناخد قيمه قيمه ونظبطها، طبعا ده تبقى صعبه طويله جدا، تبقى صعبه طويله جدا جدا يعني. فاحنا ممكن نعمل متغير يبقى هو ده اللي بنحدث فيه وبنشوف. والله لو جاي من الداتا، لو عايز داتا بيز احط له بتاع الداتا بيز، لو عايز من الجدول العادي احط له الجدول العادي، وراجع الاكواد بتاعتي واعدل وخليه هو ده اللي دايما بيعدل فيه، ده اللي دايما بيعدل ايه؟ بيعدل فيه. فقلت له ماشي، يعني اعرف فوق كده داتا تيبل اسميها اب تيبل، اللي هي اب تيبل تيبل اللي هو جدول التحديث هو بيتم التحديث فيه خلاص، بس مش اكتر من كده. ونسميه ديبت، ونسميه ايه الاسم بتاعه ديبت عشان لما نرميه اكس ام ال سميناه ايه ديبت. وانزل بقى تحت واحده واحده كده، وبنزل هنا ماشي، عملت فيل ملا البيانات الكوماند بيلدر في السكيما، التيبل ده اللي بنجرب جوه اللي بنلم الاكس ام ال، ودورنا على ملف الاكس ام ال لو لقيناه، لو لقيناه ان هنقراه من ملف الاكس ام ال ونحطه جوه التي بي ال، وهنبدا نسال بقى عندي اكس ام ال وعندي من داتابيز دلوقتي، خلاص كده عندي اكس ام ال وعندي من داتابيز، وابدا اسال ان هو بقى بقول له كومبير ليا التيبل دوت بمين؟ باللي جاي من داتا سيت. قال لي ماشي، قلت له طلع مسج بوكس قول لي يا ايس يا نو يا كانسل، قلت له لو كان يس قال لي ايوه، قلت له اعمل لي ابديت خدها اللي جاي من الاكس ام ال وحدثه في الداتابيز، خلصت القضيه دي. إلس اف لو كان نو، لو كان نو يبقى الراجل عايز يشتغل على مين؟ على الاكس ام ال. لو كان نو يبقى عايز يشتغل على مين؟ على الاكس ام ال. يبقى في الحاله دي هقول له يبقى الاب تيبل ده، الاب تيبل تيبل ده هيبقى بيساوي التي بي ال اللي جاي من الاكس ام ال اللي كان بيجي من ايه؟ الاكس ام ال. إلس يبقى دي الحاله الطبيعيه بقى، يبقى داس على كانسل، يبقى داس على كانسل عايز يشتغل على الداتابيز عادي، يبقى عايز يشتغل على مين؟ على الداتابيز. طبعا عايز يشتغل على الداتابيز عادي، فاقول له الاب تيبل تيبل ده هيجي من فين؟ هيجي من الداتا سيت التيبل اللي اسمه ديبت ده اللي جاي من الداتابيز. يبقى لو الراجل داس على يس يبقى عايز يسيف، لو عايز يسيف يبقى هعمل ادابتر دوت ابديت واديله التيبل بتاع الاكس ام ال، هيعدله ويخد ده بيز زيه. مش عايزين إلس، ما إلس لما دس على إيس ودس على نو ورد، لا لازم إلس ده بيز. لما ما إلس دي معناها ايه دلوقتي؟ ما هي دي الكنسل، الكنسل دي معناها ان هو اه ما انا بقول له إلس اف ان هي كانت كنسل، إلس اف ان هي كانت كنسل، هو كده لو كانت يس خلاص هيعدل. طب هيعدل بعد ما يعدل، وقفنا بعد ما يعدل المفروض يجيب من الداتا بيز، المفروض ايه؟ مش معايا؟ اه لما عدل سايبنا في الداتا بيز صح؟ لا يجيب من الداتا بيز، يجيب من ايه؟ طب ما هو ايه ايه ما هو لا يجيب من الاكس ام ال، يجيب من الداتا بيز بس يجيب. اه يعني كده كمان عايز يرجع لي كمان بس يجيب، خد بالكم خلاص؟ يبقى لازم يجيب من واحده فيهم. قلت له خلاص، يبقى بعد ما يعمل تحديث جوه الداتا بيز يجيب من واحده فيهم، يعني يخلي الاب تيبل تيبل يكون بيساوي مثلا تي بي ال مثلا، خلاص؟ يبقى لو الراجل داس على ايس
احدد جوه الداتابيز، بعد ما احدد جوه الداتابيز اجيب من الابديتبل دبل من الاكس ام ال او من الداتابيز مش فارقه، او من مين او الداتابيز مش فارقه. إلس يعني لما داسش على يس وداس على نو يبقى عايز اشاور على ملفات الاكس ام ال، قلت له خلاص يبقى الابديتبل دبل هو مين، هو اللي جاي من الاكس ام ال. إلس يبقى الراجل بقى ولا عايز يشاور على الداتابيز القديمه زي ما هي، مش عايز الحاجات، قلت له يبقى الابديتبل دبل هو اللي جاي من مين، الداتابيز. على اساس كده هبدا اشتغل. على العموم مش في اكس، مش المفروض اقول له رجع لي بقى كمان اللي في الداتا بيز لان هو في الوقت ده رجعته، ما هو الداتا بيز اللي هو جوه الداتا سيت تيبل اسمه ديبت وكده رجعته له. على العموم سواء داس على يس وداس على نو او داس على كانسل انا عملت احتياطاتي. لو داس على يس اسيف وبقى الاثنين زي بعض، جبت له واحد منهم يعني الابديت تيبل تيبل شايل. لو كان نو يبقى هو عايز الاكس ام ال، شيلته الاكس ام ال يبقى الابديت تيبل تيبل شايل. إلس إلس يبقى عايز اللي في الداتابيز بس، فقمت جايب له في الداتابيز وحاطه على العموم كده خلاص بقت العمليه منتهيه. ابديت تيبل تيبل شايل، ابديت تيبل تيبل ايه شايل، قلت له ماشي. وفي الاخر لما اجي اعرض اعرض مين الابديت تيبل تيبل ده وخلاص، هو ده اللي اعرضه، هو ده اللي ايه، امال ايه الكوز ده؟ اه ده كله دوت بناء على ما هيلاقي ملف الاكس ام ال ولا لا. قلت له لا بس السطر ده سواء لقى الاكس ام ال او ما لقاش الاكس ام ال خد بالك ده كله عشان السيناريو يبقى صح، كل الكود دوت بسال اف ان ملف الاكس ام ال موجود. طب لو مش موجود يبقى هجيب من الداتابيز، لو مش موجود يبقى هجيب من ايه الداتابيز، يعني لازم اقول له في خالص خالص بعد كده إلس قبل ده كله. إلس يعني ما يعني يعني ما فيش اكس ام ال اصلا، يعني ما فيش ايه اكس ام ال اصلا ولا دخلتش جوه الهيصه دي، يبقى لازم اقول له طالما ما دخلتش جوه الهيصه دي يبقى الابديت تيبل تيبل ده لازم يكون جاي من ايه، من داتا سيت والتيبلز اللي اسمه ايه ديبت. سيناريو مهم جدا جدا جدا. حايده تاني للمره الاخيره كسيناريو عشان انا شايف ناس مش عارف بتقين ماشي خلاص سرحان. بسرعه كده الادابتر عملت فيل، فيل يعني جابت البيانات من الداتابيز ومالتها جوه الداتا سيت جوه جدول اسمه ديبت، الداتا سيت دي زي الداتابيز كده. والبيلدر عرف مين، عرف الادابتر يعني هيكون لها الانسيرت والابديت والديليت بتاعتي. الادابتر هتفل السكيما يعني هتجيب الايه كل الكود اللي محطوطها في الجدول. عملنا تيبل جديد سميناه ديبت، التيبل دوت التيبل دوت بيدور الاول على ملف الاكس ام ال بتاعنا، هو موجود ولا مش موجود، اللي اسمه تيمب ديبت سكيما. لو موجود هيخش جوه هنا، هيخش يعمل ايه، يريد الاكس ام ال ويحطه جوه التي بي ال، اصبح التي بي ال اللي جاي بالبيانات اللي جايه من ملف الاكس ام ال. الكلام ده كله في حاله انه لا، في حاله انه ايه، انه لا ملف الاكس ام ال. اما لو إلس لو ما لقاش ملف الاكس ام ال يبقى دي اول مره خالص، فهيجيب من الداتا ست عادي ويحطها جوه الابديت تيبل تيبل ده عادي. اما لو لقى ملف الاكس ام ال هيخش في سيناريو مختلف، يعني في بيانات محفوظ، في بيانات ايه محفوظ، هيعمل ايه بعد ما قراها، هيكمبيرها، هيقارنها باللي جاي من الداتابيز، هيقارنها باللي جاي من مين، من الداتابيز، ويرجع لي ترو لو كانوا زي بعض. طب لو رجع لك فولس يبقى مش زي بعض، يبقى في اختلاف. طالما في اختلاف قلت له طلع لي مسج بوكس يدوس على يس او نو او كانسل وهات النتيجه هنا، واختبرت النتيجه. لو كان داس على يس يبقى الراجل عايز يسيف اللي موجود في الاكس ام ال اللي هو اللي كان ضايع، يسيفه جوه الداتابيز ويشتغل. قلت له خلاص يبقى ابديت ادابتر دوت ابديت واديته التيبل اللي جاي من الايه من الاكس ام ال، هيسيفه وبعد ما يسيفه يعرضه او يخليه جوه الابديت تيبل تيبل. إلس اف انه داس على نو، لو كان داس على مين على نو، لو داس على نو يعني الراجل عايز يشتغل على الاكس ام ال بس من غير ما يسيب جوه الداتابيز، بس من غير ما يسيب جوه مين، جوه الداتابيز. فقمت واخد ملف الاكس ام ال الداتا تيبل اللي جاي من الاكس ام ال وحطه جوه الابديت تيبل تيبل. إلس يبقى الراجل لسه على كانسل، مش عايز اي اكس ام ال ولا، سيبك من الكلام الفاضي ده، سيبك من اللي كان متسيب، عايز يشتغل على الداتابيز وش، مش عايز يعني يقلب في القديم خالص. قلت له خلاص لو حصل كده يبقى هات لي الداتا سيت الديبت ده وحطه جوه الابديت تيبل تيبل. خلاص كده الكلام ده كله هيحصل امتى؟ لو عمل له كومبير والان مختلفين
طب الام متشابهين شبيه حاجه طبيعي بتاعه عادي شبيه حاجه خلاص زي بعض خلاص اصل هيقول له سايب اكس ميل ولا ما سايبش اكس ميل ولا نابيز ولا هما الاثنين واحد فمش فاهم مش هيساله فمش هي ايه مش هيساله خلاص اما ال سي دي معناه انه ما لقاش الاكس ميل اصلا ما لقاش الاكس ميل اصلا يبقى هيقرا من الداتابيز على طول لان خلاص هيقرا من الداتابيز مباشره خلاص وفي الاخر كده كده هيعرض الابديتيبل تيبل ده يحط لك جوه الداتا جريد فيو عشان تستعد تعالى بقى نشوف تعالى بقى نشوف سريعا كده زرار الاد كان بيشتغل على هنا بنشتغل على الداتا سيت صح؟ هقول له لا مش هشتغل على الداتا سيت هشتغل على مين؟ على الابديتيبل تيبل بقى خلاص كل شغلنا هيبقى على الابديتيبل تيبل ده لود فروم مش عارف ايه ودوت هيبقى شغلي برضو على مين؟ على الابديتيبل تيبل على طول ايرور ولا ايه؟ ما هو الابديتيبل تيبل مش انا كنت بحط الزيرو ده عشان اقول له جوه الداتا سيت جوه الداتا سيت اول جدول لان هو ما فيش غيره جدول بقى صريح دلوقتي الجدول بقى ايه؟ بقى صريح جدول ايه بقى؟ لا هو كان بيقول كنت بقول له جوه الداتا سيت يعني جوه الداتا بيز هات لي اول جدول اللي هو رقم صفر لكن المره دي احنا خلاص شلناه جوه الداتا تيبل جاهزه فهقول له على طول الابديتيبل تيبل على طول خلاص؟ وهنا مفيش مشكلة. فايند باي بي كي كان برضو من جوه الداتا سيت جوه التيبل التيبل الاولاني. قلت له لا هو على طول مين؟ هو الابديتيبل اللي على طول. الابديت جوه الداتا سيت جوه الجدول الاولاني. اقول له مفيش جدول اولاني على طول جوه الابديتيبل تيبل على طول. خلاص كده؟ نفس القصة برضو اقول له جوه الابديتيبل تيبل على طول. نفس الكلام هنا داتا فيو مرتبطه بالجامد داتا بيز قلت لها ما ترتبطش بالداتا بيز يمكن ترتبط بالاكس ام ال انا لما انا مالي خليش كده على الديتيبل تيبل على طول التايمر برايتر للاكس ام ال اللي جاي من داتا بيز قلت له لا ترايتر الاكس ام ال اللي جاي من مين؟ من الديتيبل تيبل لان انا دلوقتي ما اعرفش هو الراجل اختار ايه ولا ظبط ايه ولا عمل ايه فاشتغل على الديتيبل تيبل على طول خلاص بس خلاص تعال بقى نجرب كل عاملين نوع كتير يا مرة.